استاذ عمر دايما بتشرف بحياتك في كل المهرجانات. ربنا يخليك. حياتك شايف مهرجان الجونه بيتميز بايه؟ لا ده زي ولد عملاقا كده بيقولك. لا يمتاز بال يعني حط روحه من اول سنه على الخريطه. في تنظيم، في افلام مختلفه، في تنظيم واضح جدا، وكل سنه بتتطور سنه عن سنه. فيلم الافتتاح حضرتك هتشوفه؟ حريص تشوفه؟ انت طبعا انا باجي اشوف افلام هنا للامانه. في كم افلام يعني بنفضل طول النهار نشوف افلام.